تعالوا يا حضرات نروح على النادي الأهلي فرع الجزيرة، حيث تتواجد الزميلة العزيزة منى المنيسي عشان تقول لنا إيه آخر الأخبار وآخر المستجدات اللي بتحصل في النادي الأهلي وفرقه المختلفة. وكمان هي أي نعم موجودة في فرع الجزيرة، لكن برضو هتقول لنا على المستجدات في الفروع المختلفة. منى صباح الفل عليكي، أهلا بيكي، اتفضلي. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، وزي ما قلت يا كريم موجودة في المقر الرئيسي لنادي الأهلي بالجزيرة علشان ننقل لكم آخر وأهم أخبار النادي الأهلي وكل فرقه الرياضية المختلفة. خلونا نبتدي بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الجديد طبعا مستر مارسيل كولر، واللي امبارح كان تدريب امس كان عباره عن عمليه يعني القياسات البدنيه لجميع لاعبي الفريق، لكن النهارده التدريب هيكون بشكل طبيعي. تدريب الفريق هيكون الساعه 4 والتجمع هيكون الساعه 3 ان شاء الله على ملعب مختار التتش، وبيغيب عن تدريب النهارده السداسي المنضم للمنتخب او معسكر منتخبنا الوطني محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ايمن اشرف، كريم فؤاد، حمدي فتحي، بالاضافه الى شادي حسين المهاجم الجديد مهاجم النادي الاهلي الجديد القادم من سيراميكا كليوباترا، واللي كان اعلن عليه رسميا النادي الاهلي امبارح عن ان هو موجود ان شاء الله في القلعه الحمراء لمده 5 مواسم جايه ان شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق ولكل عناصر الفريق اكيد. استكمالا لباقي اخبارنا، والفريق الاول رجال كره اليد اللي خسر امس للاسف نهائي السوبر المصري امام نادي الزمالك. السوبر المصري بيتلعب بطريقه انه لازم اي فريق يكسب مباراتين من اصل 3 مباريات، كان النادي الاهلي فاز بشكل يعني مشرف جدا في المباراه الاولى امام نادي سبورتنج، كان بس يعني كان محتاج ان هو يكسب المباراه الثانيه علشان يحسم البطوله لصالحه، لكن امس يعني تاخر رجال كره اليد للنادي الاهلي في اول شوط ليهم وخلص بنتيجه 13-11. الشوط الثاني كمان يعني اتاخر النادي الاهلي ان هو يقدر يعمل كامباك او يقدر يفوز او يسيطر على المباراه، وانتهت لصالح نادي الزمالك بنتيجه 27-23. لكن دي كانت اول بطولة في الموسم، بدري يعني بدري يمكن شوية كتير عن العادي، وإن شاء الله كل بطولات الموسم ده إن شاء الله يقدر النادي الأهلي يعني يعمل كامباك، يقدر يفوق أكتر أو يقدر إن هو إن شاء الله يحسم كل بطولات باقي الموسم إن شاء الله لصالحه. اما سيدات كره اليد مستمرين النهارده في تدريباتهم على صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا للمباراه اللي جايه، هي هتكون ثالث جولات بطوله الدوري لهذا الموسم، وهتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله مع نادي المعادي على صاله نادي المعادي. اخر مباراه لسيدات كره اليد كانت مع نادي الزمالك، ودي كانت المباراه الثانيه لهذا الموسم، اول مباراه خسرت فيها سيدات كره اليد، لكن ثاني ماتش كان مع نادي الزمالك وقدروا يكسبوا بفارق بوينت كبير، وكان صراحه اداء مشرف وروح كانت عاليه جدا شفناها من لاعبات النادي الاهلي، وقدروا ان هم في الاخر يحسموا النتيجه او يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه 34-22. المباراه كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل هنا، وشهدت تالق كبير من فتيات النادي الاهلي امام فتيات نادي الزمالك ان شاء الله. يعني هم حتى بعد المباراه قالوا ان ده كان حافز كبير جدا وكان بوش كده في اول السيزون ان شاء الله ان هم يقدروا لباقي مبارياتهم والدوري ان شاء الله يبقى في الجزيره. اما سيدات كره السله مستمرين حتى الان في معسكرهم في مدينه اسكندريه طبعا تحت قياده كابتن طارق خيري لحد يوم الجمعه اللي جايه استعدادا للموسم الجديد، وخلال هذا المعسكر يعني بيكون في كذا مباراه وديه، يعني اولهم كانت مباراه وديه امس امام نادي الاتحاد، ولسه هيكون في كمان مباراه وديه كمان مع نادي الاتحاد، والثالثه هتكون مع نادي سموحه، علشان يقدر فتيات النادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي ان هم يستعدوا بشكل قوي، خصوصا ان هم معاهم عدد من ناشئين او ناشئات النادي الاهلي لسه لاعبات صغيرين متصاعدين من فريق 16 من فريق 18، فعلشان يقدر يكون في التحام قوي ويعني وان هم يقدروا يبقوا متساجمين مع بعض ان شاء الله. يعني في خلال هذه الوديات يقدر كابتن طارق خيري يحدد مين هيكون مكمل معاه في هذا الموسم للماتشات طبعا المهمه اللي جايه. المعسكر ده استعدادا للموسم الجديد اللي هيبتدي ان شاء الله ببطوله منطقه القاهره اللي هتبتدي يوم الأربعاء إن شاء الله القادم 21 سبتمبر، وهتكون مع نادي مدينة نصر على صالة النادي الأهلي الساعة 6 مساء.
اما رجال كره السله ايضا مستمرين النهارده في استعداداتهم علشان بقى مباراه او تاني مباراه في هذا الموسم ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، هتكون يوم الخميس بعد غد ان شاء الله مع فريق نادي السكه الحديده على صاله النادي الاهلي هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. واول مباراه كانت افتتاحها يعني اول مباراه لافتتاح هذا الموسم سلة النادي الأهلي كانت مع فريق كهربا وأنهاها رجال كرة السلة بنتيجة 83-19 كانت يوم السبت الماضي، وشهدت كمان تألق كبير ومشاركة عدد كبير من شباب النادي الأهلي الصغير اللي قدر يشارك ويكون زيه زي الكبير في الملعب. نتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى التوفيق لكل فرق النادي الأهلي الموسم ده إن شاء الله. دي كانت كل أخبارنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي، وأنا معاكي يا كريم ومعاكي طبعا يا نهاند لو في أي أسئلة اتفضل. جميل كالعادة، تغطية كافية ووافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة منى المنيسي.